مرحبا، اليوم معنا السيارة الصينية الكهربائية من الصانع الصيني، أو نقدر نقول من كوكب الصين، هونشي EQM5. سيارة بتمشي معنا بالشحنة الوحدة 430 كيلومتر بالشكل اللي نحن شايفينه اللي جاي من المستقبل. بتجي معنا سيارة بإنارة LED بالكامل، مع إنارة الفوق لامب، إنارة الضباب، والتصميم الرائع اللي نحن شايفينه متوسط السيارة البونت، شعار هونشي بالضوء الأحمر الليلي، رادار تفاعلي من الأمام، كاميرا أمامية لتحديد ومراقبة المسار، تصميم العجلات الرائع بقياس 18 إنش، إشارات على المرايا، دخول بدون مفتاح على مقابض الأربع أبواب، شعار الـ EQM5 من الخلف، ومعنا إنارة الـ LED زينون بالشكل اللي نحن شايفينه مخالب النمط، مساحة واسعة كتير من الخلف، جلد بالكامل على عجلة القيادة، تغيير وضعية المرايا وتسخين المرايا موجودة عنا بهذا المكان، شاشة بنظام الأندرويد للتحكم بالميديا بشكل كامل وتفاصيل السيارة. أسطول هونشي سامر من مينا موتورز، شكرا للمتابعة.